جندي مفقود ومروحية محطمة. الجمعة الماضية 7 مساء كانت المروحية الأمريكية تحلق في سماء اليمن في مهمة تدريبية بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، لكنها تحطمت بعد سقوطها على بعد 32 كيلومترا من السواحل الجنوبية. بيان القيادة الأمريكية أكد أن الطائرة الأمريكية من نوع بلاك هوك سقطت بينما كان طاقمها المكون من 6 جنود يجري تدريبات فوق أجواء السواحل اليمنية الجنوبية في مستوى ليس بعيدا من سطح المياه. 5 جنود أمريكيين تم إنقاذهم وفق البيان، لكن البحث ما زال مستمرا عن الجندي المفقود. ليست هذه أول طائرة أمريكية تتحطم في اليمن، ففي مطلع يناير من العام الجاري سقطت مروحية أباتشي في البيضاء، كانت في مهمة عسكرية ضد تنظيم القاعدة، وهي المهمة التي تعد الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي ترامب. تنتشر القوات الأمريكية في المحافظات الجنوبية بهدف مراقبة نشاط تنظيم القاعدة، ومع بدء التحالف العربي عملياته ضد ميليشيا الانقلاب، وسعت واشنطن من حجم تواجد قواتها تخوفا من توسع تنظيم القاعدة. لكن العمليات الأمريكية زادت وتيرتها في الأشهر الماضية، ونفذت منذ فبراير الماضي ما لا يقل عن 80 ضربة عسكرية تركزت معظمها في محافظة البيضاء. وفق بيانات أمريكية سابقة تنفذ واشنطن عملياتها بتنسيق مع الشرعية، ففي بداية أغسطس الجاري قدمت القوات الأمريكية دعماً لوجستياً لعملية نوعية نفذتها قوات يمنية ضد القاعدة في شبوة.